أحمد عبد الهادي عيد، نازح من قرية المستوي من عام 2012، حاليا مقيم ببلدة حاريم، متزوج وعندي 7 أولاد. سابقا كنا موظفين معمل غاز، بسبب الحرب تركنا عملنا السابق والتجأنا إلى عمل حر. أول نزوح كان لنا بال 2012، كمان نزحنا بداية 2013 إلى بلدة حاريم بليلة 6 شباط أثناء الزلزال. كنا نايمين ما نعرف وين بدنا نروح، أخذنا ونزلنا على الشارع. قبل الزلزال أنا كان عندي محل إسماني وضمن البناية، حاليا قاعدين لا شغلي ولا عامل، مشتغل عامل يعني يوم نشتغل يوم. بسبب الزلزال يعني روحنا مثل الدكان اللي كان باب رزقنا الوحيد هو. انه سمعنا في عمل ورحنا سجلنا والحمد لله عم نشتغل هلا حاليا، واجت بفتره رمضان وعياد مع عياد، يعني نحن بحاجه لهالعمل وقمنا صرنا نشتغل دين ما الله يسر علينا. يعني عملنا هو شيل الانقاض، شيل الحديد، شيل الامانات، لاين امانات، لاين هيك شغلات، يعني بنحطهم عند جهات مختصه. املت لنا دخل فتره 20 يوم، يعني كان باب مساعده منيحه من طرفهم.